إطار سعي الدولة لتنويع شراكاتها الدولية المتوازنة مع مختلف القوى وجعلها شريكاً محورياً في الأسواق الناشئة، جاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، والتي شهدت للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسمياً مطلع العام الجاري. الرئيس السيسي استهل زيارته لمدينة قازان بعقد مباحثات قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث اتفق الزعيمان على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل تداعياته السلبية إقليميا ودوليا. أعقب تلك القمة مشاركة الرئيس السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى المغلقة لقمة تجمع البريكس، حيث ألقى كلمة مصر والتي سلط خلالها الضوء على الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس والدور الحيوي الذي يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية، مستعرضا أولويات مصر في هذا الإطار. كما سلط الرئيس السيسي في كلمته الضوء على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فعالية المنظومة الدولية. كما شارك الرئيس السيسي في الجلسة العامة الثانية الموسعة تحت عنوان تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، وألقى كلمة أشاد خلالها بتوسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري لمواجهة التحديات الدولية المشتركة. إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول تجمع دول البريكس وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لا سيما تغير المناخ والنفاذ للتمويل الميسر والأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر والجوع واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية. كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة. الرئيس السيسي واصل نشاطه المكثف في مدينة قازان، حيث شارك في اجتماع بريكس بلس وألقى كلمة أكد خلالها على أهمية هذا المحفل باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور، مؤكدا ضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات الراهنة. يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يمج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديداً لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث كانت مصر دوماً في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. كما استعرض الرئيس السيسي في كلمته عددا من التوصيات لتعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب بما يحقق الأهداف المشتركة وتطلعات شعوب دولهم في مستقبل أفضل. تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب، وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية. أولاً، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر
للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانيا، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثا، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أؤكد لكم التزام مصر الكامل بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب بما يحقق أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في مستقبل أفضل. وعلى هامش القمة التقى الرئيس السيسي عددا من الزعماء أبرزهم رؤساء الصين وفلسطين وجنوب إفريقيا وإيران لبحث التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس السيسي خلال تلك اللقاءات على أهمية العمل الفوري على خفض التصعيد ومنع توسع الصراع تفاديا لنشوب حرب إقليمية واسعة، مطالبا بضرورة التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية عبر إطلاق مسار سياسي شامل، خطوة مهمة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وتقليل الطلب على الدولار. هكذا يصف خبراء الاقتصاد انضمام مصر إلى تجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، كما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على مكانة مصر الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.